وهذه حلقة جديدة من سكرتير التحرير. نحن الآن في ضيافة صحيفة الأخبار، ومن أهم وأبرز العناوين غدا: الأوقاف تحذر من استخدام دور العبادة في دعاية المرشحين، الطرق الصوفية، الإسلاميون يسيطرون على 19 مسجدا بالمحافظات لنشر أفكارهم. من العناوين أيضا: ردا على قرار عدم الاختصاص، شاهين لا تعليق على أحكام القضاء، ولم يصلنا شيء من الدستورية بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، سلطان يهدد بالاعتذار عن عضوية البرلمان إذا لم يتم التصديق على قانون عزل الفلول. ومن العناوين أيضا على صحيفة الأخبار غدا: حتى لا يظلم من له أكثر من زوجة، الشعب يطالب بتوزيع كوبونات البوتاجاز بقسيمة الزواج. من العناوين أيضا غدا: مجلس الشعب وافق بصفة نهائية على الثانوية العامة سنة واحدة العام القادم، تطبيق النظام الجديد على الطلبة المنتقلين للصف الثاني الثانوي. هذه العناوين وغيرها من عناوين وموضوعات نناقشها الآن مع ضيفي الأستاذ خالد جبر، مدير تحرير صحيفة الأخبار. أهلا بك أستاذ. أهلا بك يا ضحى. نبدأ منين؟ والله نبدأ بالشأن الأهم اللي بيشغل الشارع المصري، ما يحدث في الشارع المصري نتيجة تداعيات قرار مهم، وهو قرار الذي أصدره البرلمان المصري بشأن عزل السياسي لحوالي 21 من رموز النظام السابق، والذي أصبح الآن بعد أن فرغ من مضمونه لا ينطبق إلا على شخص واحد بس، هو السيد أحمد شفيق المرشح لانتخابات الرئاسة، لأن كل الذين ينطبق عليهم قرار مش متقدمين للانتخابات. هذا القرار اللي صدر أمس بشأن عدم اختصاص المحكمة الدستورية، يمكن قريت حضرتك خبر خاص بالتعليق او رد فعل المجلس العسكري، احنا لسه ما وصلناش حاجه، ولن نتدخل في استقرار القضاء، وهيتشاف لما يجي لهم الرد من المحكمه الدستوريه العليا هيتصرفوا ازاي. في التوقع انه يوم الخميس القادم موافق 26 ابريل سيكون كل المرشحين الحاليين ال 13 موقفهم محصن قانونا ضد اي قرار باثر رجعي، فبالتالي لو صدر القرار قبل 26، وهذا غير متوقع يعني الى حد كبير، فانه هيتشال احمد شفيق من انتخابات الرئاسه. لو القرار لا يؤثر خالص على عمرو موسى؟ لا، لا يؤثر على عمرو موسى بصفته كان وزير اولا، وبصفته انه تجاوز المرحله لعشر سنوات، لانه يعني عمرو موسى لم يتعدى درجه وزير، واعتقد انه لم يكن عضوا في الامانه العامه للحزب. وفضلا عن هذا انه يعني استقال او انتقل الى الجامعه العربيه في 2001 متهيألي، ويعني كان بينه وبين التنحي نحو يعني ربما يكون اكبر من 10 سنوات، لا اعرف بالضبط، لكن بالتاكيد بينه وبين صدور القرار أكثر من 10 سنوات. نعم. إذا طبق القرار من لحظة صدوره فهيكون فترة العشر سنوات قد مرت. نعم. هو لا ينطبق إلا على السيد أحمد شفيق بس. السيد أحمد شفيق طبعا بعد محنته في وفاة السيدة زوجته رحمه الله يعني بدأ يعني يحضر أو يخطط للخطوات القادمة، وأعلن أنه مش هتنازل او مش هتراجع او مش هتنحى او ينسحب. يعني في كلام اتقال انسحب، وطبعا امر مرض زوجته الطويل يمكن كان هو بيخفيه عن الاخرين، ولكن هو برضو قدرته يمكن ومعارضه الشديده له مليونيه خاصه به تقريبا في ميدان التحرير جعلته يعني اكيد لازم يفكر في هذا الامر، لكنه اعلن انه مستمر الى متى الله اعلم، لانه اعتقد انه السيناريو او الشخوص الموجوده على مسرح انتخابات الرئاسه الان سيحدث بها تغييرات قبل 26 او حتى بعد 26، في تحالفات، في تقدير موقف، في انتماءات وارتباطات، او اتفاقات على ان يكون هذا نائب او يكون هذا مستشارا او يكون هذا رئيس وزارة مثلا، فيكون هناك عدد من الاتفاقات. نعم، تأسيسية الدستور تعود مرة أخرى إلى دائرة الضوء بشكل مكثف، نظرا لأن المرحلة الانتقالية خلاص قربت على الانتهاء.
هل هناك أي أخبار تتعلق بها في غدا في العدد الذي المكتوب عندنا انه اللجنه التشريعيه بدات اليوم اولى جلساتها لوضع الاسس التي سيتم على اساسها الاختيار برئاسه محمود الخضيري الدكتور المستشار محمود الخضيري، وستجتمع وستستمع لكل اعضاء اللجنه وربما يطول هذا الامر، ولكن المتفق عليه ان يكون هناك نائب من البرلمان في هذه اللجنة، وأن لكن البرلمان سيختار من سيكون أعضاء في هذه اللجنة من خارجه، وبالتالي سيكون هناك حصة لكل حزب يختارها، وهذا يعني التفاف على المبدأ والقانون، ولكن سنرى أو سيرى الشعب يعني بمعنى أدق إذا كان التطبيق القانون أو تطبيق حكم المحكمة كان صحيحا أم تم الالتفاف عليه كما يحدث دائما في كل القضايا وكل الأحكام التي تصدر، نرى من يعني يهوى أو يفضل الالتفاف. هل هناك وقت للانتهاء من الدستور قبل انتخابات الرئاسة؟ والله أنا شايف أنه في ناس كتير جدا مؤمنة بأن الدستور لابد أن يكون قبل الرئاسة، ولكن هناك من يعترض على هذا وتطالب ان الدستور طالما انه ما لهوش خلاف، ولكن هناك كثير من المحاذير التي تقول انه وضع دستور قبل الرئاسه يعني انه سيكون دستور مسلوق، دستور يعني مصنوع على عجل، وبالتالي لابد من الالتفاف. الذين يطالبون بالدستور قبل الرئاسه يعني مهتمين بقضية صلاحيات الرئيس، لأنه انتخاب رئيس بصلاحيات دستور قديم ثم يعاد صياغة هذه الصلاحيات في دستور جديد أمر قد لا يكون يعني مطلوب. المطلوب أن يعرف الرئيس القادم أنه على أي أساس سيحكم، هل هي دولة برلمانية أم حكم رئاسي أم مختلط، وما هي الصلاحيات التي يعني مخولة له بحكم الدستور. ننتقل إلى موضوع الثانوية العامة. الثانوية العامة سنة واحدة ابتداء من العام القادم، يعني من هم في أولى ثانوي الآن؟ من هم في أولى ثانوي؟ مش مع لا لن ينطبق عليهم. لا هم يعني هينطبق على اللي في أولى ثانوي، اللي في ثانية ثانوي مش هينطبق عليهم. يعني اللي في ثانية ثانوي. أولى ثانوي السنة دي؟ هم اللي هيبدأوا. عندهم سنتين ثانوية عامة. لا اللي في أولى ثانوي السنة دي. السنة الجاية ايه؟ السنة الجاية تانية ثانوي عادي مش ثانوية. تمام. يعني مش ثانوية، مش الجزء الأولاني من المرحلة الأولى. اللي في أولى ثانوي حالي هينتقل لتانية ثانوي، ثم الثانوية العامة بعد هذا اللي هو 2013 2014 هتبقى هي الثانوية العامة. بس دي على الأقل خطوة في طريق الإصلاح من التعليم، لأنه يعني موضوع الثانوية العامة سنة أو سنتين مش هو ده. موضوع أثار الجدل طويل، في قضايا أهم طبعا كثيرة في العالم تعليم. وفي الدنيا وفي مصر تحديدا. وفي قضية إصلاح التعليم في حد ذاته، لكن أنا ما أعرفش ليه البرلمان اختار هذه القضية ليهتم بها كل هذا الاهتمام أن تكون الثانوية العامة سنة واحدة. ما احنا عايشين ثانوية عامة لما كانت سنة وعايشين لما كانت سنتين، لا يحدث فرق كبير يعني. إلا إذا كان عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب أولادهم في الثانوية العامة وهم يعني يتحملون مصاريف دروس خصوصية كثيرة فأرادوا يعني أن ينتقموا من من أباطرة الدروس الخصوصية ويخلوا الثانوية العامة سنة واحدة عشان أولادهم. طبعا هذا أمر يعني كما حدث قبل كده في أمور كثيرة جدا، لما يعني أحد المسؤولين كبار المسؤولين كان ابنه في يعني داخل الجامعة فعمل الاي جي سي الثانوية العامة المختصرة اللي ممكن تتاخد في سنة واحدة علشان ابنه يخش كليه الطب وعنده 15 سنه ولا 16 سنه. امر طبعا حصل جيل، في جيل كده من الاطباء دخلوا كليه الطب وهم عندهم 15 سنه وتخرجوا وهم عندهم 21 سنه. ايه المشكله؟ هي المعيار بالكفاءه، معيار بالكفاءه، بس هذا يعني بي 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 بينهي تكافؤ الفرص، هو المساله تكافؤ الفرص. وبعد كده اتلغت اللي هي الثانويه المعادله الانجليزيه اللي هي جي اس كان اسمها جي اس اي، وبعد كده اخترعت بعد كده اي جي اس اي. يعني كل مسؤول بيجي بيقعد على الكرسي بيرى يعني اذا كان عنده ابن او ابنه في مرحله معينه ممكن يروح لاغي سنه سته علشانه،
او سنه او بس هما بيقولوا عشان التخفيف على الناس يعني ستة. بدل ما تبقى الدروس التخفيف على الناس يعني مقسمه على سنتين مهم تبقى ولكن سنه واحده. انا لا لست مع لست ضد التخفيف على الناس، ولكن ضد ان تكون هذه القضيه هي الاهم والابرز والاولويه الاولى التي ينشغل بها اعضاء البرلمان في قضيه يعني غير ملحه، في بينما هناك قضايا اخرى ملحة كثيرة في المجتمع المصري. نذهب إلى الأوقاف. تحذر من استخدام دور العبادة في الدعاية للمرشحين. طبعا اللجنة العليا للانتخابات كانت قد قالت المحاذير والشروط والضوابط تمام. التي يعني تنظم الحملات الانتخابية، ولكن واضح أنه يعني الأوقاف كمان هي بدورها بتحذر. والله الأمر ده أمر مهم جدا، لأنه اللجنة العليا للانتخابات أصدرت كثير من القرارات خاصة بالإنفاق الدعائي، خاصة بمواعيد الدعاية، خاصة بتحديد حد أقصى للتبرعات بالنسبة للمتبرعين. الأمر الثاني هو استغلال الدين بشكل عام، من بينها استغلال المساجد في الاجتماعات. نحن نرى أن السيد حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره يجتمعون في مسجد أسد بن الفرات في الدقي ويخطب خطبة سياسية ويهتفون هتافات سياسية ويغلقون الشوارع. إذن هذا استخدام لمسجد هو في الحقيقة ملك وزارة الأوقاف وتحت إدارة وزارة الأوقاف. فوزارة الأوقاف لما تتدخل يعني طبعا هي ما عندهاش القوة. أما أنا كنت هقول يعني ما عندهاش القوة التي ولكن هل عندها يعني لتنفذ هذا الكلام، خاصة أن الأمن أيضا رفع إيده قال إحنا يعني في هذا الحادث بالذات اللي ذكرته إحنا هنعمل لهم إيه؟ ما قدروش يعملوا لهم أي حاجة. ميدان الدقي وشارع الدقي ومنطقة الدقي كلها امتلأت بالمريدي الدكتور الشيخ أبو إسماعيل في مسجد أسد بن الفرات وأغلقت الشوارع، وهذا استغلال صريح لمسجد في قضية سياسية أو ربما تكون قضية سياسية شخصية، يعني أمر لا يجوز. ولكن هناك إجراءات قانونية يمكن أن تتبع في حال يعني ما هو ما فيش غير غلق المسجد مثلا أو يعني القبض على الناس، وهذا أيضا لا يمكن غلق المسجد ولا يمكن إيقاف الناس. يجب أن يكون هناك التزام وإدراك منا أن هذا المسجد دور عبادة وأن الكنيسة دار عبادة وأنه لا يمكن استغلال المسجد أو الكنيسة في أي عمل سياسي جدلي قد نختلف فيه مع بعض، ولكننا عندما ندخل المسجد أو ندخل الكنيسة نصلي إلى الله الواحد. أما في الجدل السياسي فنختلف، أنت في اتجاه وأنا في اتجاه، والأمر طبعا يكون فيه جدل والمفروض ألا يكون هناك جدل في دور العبادة. طيب ننتقل إلى أي الموضوعات؟ موضوعات كثيرة يمكن أنت ذكرتيها، أنا يعني تخيري ما معك. 100,000 قطعة أرض جديدة للمصريين بالخارج. المصريين بالخارج طبعا أمر برضو مهم، لأنه حصل إقبال شديد لما فتح الأرض على للمصريين بالخارج، وقيل أنه الأسعار المصريين بالخارج مختلفة وخاصة أنه سعر العملة مختلف، ولكن القضية الأساسية في رأيي وهي ربط المصريين بالخارج بمصر وإعطائهم مش ميزة تفضيلية ولكن اعطائهم مساحة من الأرض تجعلهم يشعرون أنهم مرتبطين بهذا الوطن. الأسعار قد تكون مختلفة عن الأسعار التي تباع بها للمصريين العاملين هنا، ولكن بشكل عام فرق الدخول والرواتب بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج ففوق دخول وراتب المصريين العاملين في مصر، وبالتالي طبعا هذا أمر قد يكون عادلا. ومع هذا في إقبال شديد وفي طرح 100,000 قطعة جديدة، نتمنى لهم أن يكون هناك سرعة، لأنه دخل المصريين بالخارج إلى الخزانة العامة المصرية يمثل عنصر حيوي هام، خاصة نحن يعني في حاجة إلى مثل ذلك الدعم المادي من أبناء مصر في الخارج. نذهب إلى هذا العنوان. حتى لا يظلم من له أكثر من زوجة، الشعب يطالب بتوزيع كوبونات البوتاجاز بقسيمة الزواج. طبعا في بعد هذا الكلام يمكن في بعض الناس هيقدر ياخد اربع انابيب اسطوانه اربع اسطوانات هيتجوز مخصوص علشان ياخد يتجوز عشان خاطر يقول لك يعني فعلا عقد قرانه علشان يحصل على اسطوانه بوتاجاز زياده. طبعا هذا امر يعني اعتقد لا يندرج تحت الفكاهه، ولكنه
يعني بعض الناس بتحاول تتحايل وتقول انا يعني زي اللي بتقدمه لشقق في العشوائيات، بتقدمه يقول انا متجوز اتنين، يعني شخص واحد بس متجوز اتنين، فعايز قاعد دي في بيت ودي في بيت، فبتقدم مرتين. اعتقد انه هذا الامر لن يعني يتحقق، لانه الزواج من اثنين هي مسؤوليه الزوج ومسؤوليه الزوجات طبعا، ولكن لا يجب ان يحمل موازنه الدوله اي اعباء اضافيه، خاصه في اسطوانات البوتاجاز. العبره هنا بعدد افراد الاسره، عدد افراد الاسره هي اللي بتحدد كم قدر البوتاجاز. اذا كان البوتاجاز هيوضع في مصر كلها على كوبونات التموين، اذا عدد افراد الاسره هي اللي هيحدد ماذا يعني ما هو حق كل فرد. يعني الزملاء في الكنترول روم بيقولوا انها كانت فرصه لكن للاسف عندهم غاز طبيعي. على اي حال اشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد جبرو مدير تحرير صحيفه الاخبار، اشكرك جزيل الشكر. شكرا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل نلتقي مره اخرى ونناقش موضوعات اخرى من صحيفه الاخبار، ابقوا معنا. للحكومة تشدد على إتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن آراء المواطنين ووطنهم. هذه جريمة في حق الشعب المصري، فأراد هذا الجهاز أن يمحو أركان هذه الجريمة. ما تم إتلافه وحرقه هو أعظم بكثير. واحد اثنين اسمع عبرتين. قرار تنحي المحكمة عن نظر قضية عز ورشيد وعمر عصام. سوزان مبارك زوج الرئيس السابق وابنه كمان خضع للتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع. إيد واحدة حياة، إيد واحدة. أنا عايز ثلاث حاجات، المطالب الفئوية من ده مش وقتها. الثورة لا تطالب بحلول وسط أبدا، وإلا ما تبقاش ثورة. مطلوب فقط ألا نفرض نوع من الوصاية على الشعب. لحظة بلحظة ننقل إليكم الصورة. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى من صحيفه الاخبار، الان معي الاستاذ مؤمن خليفه مدير تحرير الاخبار، اهلا بك. وايضا استاذ رضا محمود مدير تحرير الاخبار، اهلا بحضرتك. ابدا معك استاذ رضا من هذا العنوان، 25% من المصريين مصابين بالسكر. طبعا الخبر مؤلم، يعني لما يكون ربع سكان مصر مصاب بالسكر ده، بس ده كمان الخبر طبعا هو تقرير لوزارة الصحة بيقول ان كمان ده دول اللي مكتشفين، ده غير المكتشفين. طبعا الشعب المصري كمية الامراض اللي اصيب فيها او اصيب بيها خلال فترة العهد البائد، لازم نقول بائد لانه اباد صحتنا، يعني ما يبقى 25% ربع الشعب المصري مصاب بالسكر، دي كارثة. وكمان وما خفي كبيرة ايضا مصابة بالسرطان وامراض مريعة بصراحة، يعني ما فيش شعب في العالم يعني وصل لهذه الدرجة يعني. طبعا ده كان في اجتماع مع وزير الصحة،
عشان يشوفوا ازاي يتعاملوا مع القصة دي بعد كده، ويتعمل عمليات فحص مبكر للمصريين بصفة عامة. وده شيء كويس يعني. يعني هو كان الكلام ده بيقال كلام تصريحات قبل كده، لكن نتمنى ان يكون فعلي، لان المسألة المرضية بقت خطيرة جدا. تحدثنا في الفقرة السابقة عن قانون العزل السياسي، ولكن نتحدث عنه مرة اخرى ايضا في هذه الفقرة من ناحية او من زاوية استقالة عصام سلطان من البرلمان، اعتراضا على ان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم اختصاصها بهذا القانون. ايوه طبعا، هو كان مهدد. يعني هل هذا ورقه ضغط مثلا على البرلمان؟ هو طبعا هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا كل القوى السياسيه من ساعه قرار المحكمه الدستوريه والامور اصبحت يعني فيها قلق. يعني هناك من يقول ان المجلس العسكري تعمد ان هو يحول القانون للمحكمه الدستوريه في الوقت ان هو يعلم تماما ان ده مش اختصاص المحكمه الدستوريه على الاطلاق، وان المحكمه الدستوريه هترده تاني وتقول ده انا مش جهه اختصاص. احد اعضاء المجلس العسكري قال ان احنا اصلا ما جالناش اي رد من المحكمه الدستوريه عشان نقدر نتخذ قرار ما او نشوف ايه هي الخطوه القادمه. طبعا هو بيقول الكلام ده كرد فعل لمطالبه كل القوى السياسيه باحد امرين، اما ان المجلس العسكري يصادق على القانون بحكم ان المحكمه الدستوريه اعلنت عدم اختصاصها على اساس ان القانون ينشر بسرعه في الجريده الرسميه، اللي هو طبعا الجريده الرسميه بتصدر يوم الاثنين ويوم الخميس. طبعا هم عاوزين قبل يوم الخميس على اساس ان يبقى فيه فرصه ان اي حد من الفلول المرشحين للرئاسه، هم يقصدوا طبعا بشكل واضح احمد شفيق، ان هو يخرج من السباق الرئاسي. طبعا زي ما حضرتك النهارده احنا بنتكلم النهارده الحد، الجريده الرسميه هتصدر بكره، وبتتوقع مصادر زي ما احنا كاتبين في الاخبار بكره في الموضوع الرئيسي ان لن يتم نشر اي مصادقه، او ان المجلس العسكري نفسه مش هيصادق قبل يوم الخميس اذا حصلت مصادقه. وعلى افتراض ان حصلت مصادقه من المجلس العسكري ونشر في الجريده الخميس، لن يتم تفعيل القانون الا يوم الجمعه، وبالتالي يبقى عدى يوم 26 ابريل اللي هو الموعد النهائي لاعلان اسماء المرشحين. وبالتالي كده هيكون المجلس العسكري اذا كان ده هل هو عن عمد او عن سوء استشاره من مجموعه المستشارين الخاصين بالمجلس العسكري، ان هم وصلوا الامر ان يحصل نوع من الشك. يعني حتى الدكتور الكتاتني في مجلس الشعب بناء على الضغط الموجود القوى السياسيه ومنهم عصام سلطان اللي قال هو كان هدد بالاستقاله، انا يمكن بعرف خبر ان هو دلوقتي استقال من البرلمان، من عضويه البرلمان اعتراضا. طب اذا كانت المشكله في السيد احمد شفيق، فلماذا لا نترك الامر الى المواطن وقت الانتخاب؟ ما هو دي المشكله اللي احنا عايشينها بامانه. يعني هي الثوره قامت عشان كل مواطن او المواطنين يكونوا سواسية كلهم، حتى أعضاء الحزب الوطني لو هو في الآخر مواطن، يعني إلا المجموعة اللي هي فعلا كانت ليها تأثير سلبي قاتل على المجتمع دي تمنع تماما. لكن افترضي ان فعليا القانون لم ينشر يوم، لم يصدق عليه المجلس العسكري ولم ينشر في الجريده الرسميه او نشر الخميس، وبالتالي هتصبح القصه منتهيه ومش هيصبح من اي حد، من حق اي حد ولا اي قوه سياسيه انها تمنع اي مترشح من هو يستمر في سباق الرئاسه. وبرضه بنقصد احمد شفيق تحديدا، ان هو كل قوه سياسيه بتتمنى ان هو يخرج بره السباق، وده هيعمل نوع من الارتياح. لكن زي ما حضرتك بتقولي، يعني على افتراض ان ده لم يحدث، فالصندوق يطلع الصندوق فاضي صفر بالنسبة لأحمد شفيق، وفي الآخر الناس تصوت لي المرشح اللي هي عايزاه يجي فعليا. يعني نعم. طب ننتقل إلى أي الموضوعات؟ والله أنت قدامي كل المادة اختاري وإحنا نتكلم. يعني يمكن هو في موضوع برضه خاص بالثانوية العامة. سامع عاشور نقيب المحامين العسكري لا يريد صداما مع الإخوان. هو بيتكلم سامع عاشور بصفة نقيب المحامين، ده على فكرة ما كانش في تصريح لينا احنا، يمكن احنا الأخبار بيهتم شوية بمتابعة البرامج التوك شو والاتصالات اللي بتتم على الهواء، لأن برضه التلفزيون أصبح فاعل ومؤثر. الأسرة بتجتمع النهاردة عشان تتابع الحالة السياسية، وبالتالي احنا الصحف ما يجبش ان احنا ننعزل عما يدور على الفضائيات. ايه المسألة؟ احنا متكاملين، التلفزيون بتكامل مع الصحف وكلنا بنكمل بعض. فهو تصريح نقيب المحامين في هذا الإطار لإحدى القنوات بيقول فيه ان
بالتأكيد المجلس العسكري مش متعمد الصدام مع الإخوان على الإطلاق، ولكن أنا أتصور أن تحرك المجلس العسكري زي ما قال المشير امبارح في خلال المناورة العسكرية أنه سيسلم السلطة في ميعادها، سيسلمها لقوة مدنية، وبالتالي العسكريين يمتنعون، وثالثا أنه هو حريص على أن الدستور يأتي متوافقا مع المواطن ومش رغباته بما يحقق الحرية الحقيقية وبما يعرضنا للاستغلال والسلطوية اللي كانت موجودة قبل كده في عصر حسني مبارك. من الأخبار المصرية إلى أخبار أخرى عربية، وهذا تصريح للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الربيع العربي جلب الدمار لبلدانه. طبعا كل هنسميه فلول عبد الله صالح، نعتبره فلول، وبالتالي الفلول بيدافعوا عن نظامهم. فعبد الله صالح رئيس اليمني هو فل من فلول اليمن، ومن حقه انه يقول ان انا كان عصري احسن عصر واجمل عصر، وبالتالي ان الثوره اللي قامت في اليمن دمرت. لا، الثوره لم تدمر، حتى ولو وقتيا اثرت على المجتمع بشكل ما، طبيعي الثورات بيعقبها عمليه انفلات، عمليه عدم انضباط، عمليه تعطل لعجله الانتاج، ولكن هي نقطه انطلاق حقيقيه لبناء بدايه دوله جديده بعيدا عن هؤلاء الدكتاتوريين الذين سفكوا دماء شعوبهم. يعني اشكرك شكرا جزيلا استاذ رضا، وانتقل اليك استاذ مؤمن خليفه، ونلقي نظر على اهم مقالات الراي. الموضوع الرئيسي في المقالات ايه؟ بيتكلموا عن الجمعه الاخيره، جمعه المليونيه، يعني معظمهم بيتكلم عليها. هنبدا بنحرك من مقال عزة محاوي بكل ادب، بيقول رسائل جمعه تقرير مصير، بيقول انه يعني ايه، انه في يعني المليونيه دي بعتت رساله لكل القوى، ومحدد يعني بيقول الاخوان، بيقول لسه مش مهتمين قوي بالمساله، لكن وصلتهم رساله الاخوان، وصلتهم رساله. ايه هي الرسائل دي؟ يعني هو بيتقول انه الفرقه الموجوده المنصات الكثيره في الميدان دي معناها ان ايه، ان مفيش توافق على حد، مفيش توافق على حاجه معينه، وانه ما زالت الصراعات ما بين القوى السياسيه في مصر. بس وجودهم، وجود جميع التيارات في الميدان، الا يعتبر نوع من التوافق؟ هو لا، بيعتبره نوع مش من التوافق، هو بيعتبر انه المنصات الكثيره كانت موجوده اللي هي اكثر من 6 منصات، بيعتبره هو تمام. بيعتبرها الحقيقه انه نوع من الاختلاف يعني. محمد علي خير بيطرح نفس الاسئله، وبيقول ان المساله هل هي صدفه ولا مش صدفه، يعني اللي بيحصل في مصر عموما والميدان تحديدا. يعني بيقول لما الاخوان اصلا مسيطرين على مجلس الشعب والشورى، ويعني في ايديهم اقرار قوانين ورفضها، طب امال هم رايحين الميدان يعملوا ايه؟ يعني هو طارح بيقول طب ينزلوا الميدان ليه لما هم اصحاب سلطه شرعيه يعني. وبيقول نفس الشيء بالنسبه للسلفيين، نفس الشيء، بيقول ان هم طبعا هم موجودين في يعني موجودين بشكل فعال جوه المجلسين، طب رايحين يعملوا ايه في الميدان؟ يعني وطرح سؤال، وطرح سؤال مهم جدا، بيقول اذا كانت اللي هو السؤال ده، ولكن الا يحسب لهم انهم يعتقدون حتى الان ان الشرعيه من الميدان وليست من البرلمان؟ وهو على العكس، هم قالوا الشرعيه من البرلمان، هم قالوا كده، بس هو ادراكا لهذا الخطا، هو بينتقدهم عشان كده، هو بيقول لهم اذا كنتوا انتم بتقولوا الشرعيه للبرلمان، طب ايه اللي منزلكم ميدان؟ يعني معناها انهم بيعترفوا شرعيه الميدان ولا؟ والحقيقه طرح مجموعه اسئله مهمه جدا. كاتب اخر في حقيقة موضوع مهم جدا طرحه محمد ابو شادي، بيتكلم عن مشروع قومي القمح، انه يعني حد من الوكيل المؤسسي لمشروع قومي القمح بيقول له، يعني بيقول للحكومه، هو على لسانه بيقول له، قول للحكومه يعدموني لو ما دخلتش كل سنه مصر 10 مليار جنيه، بس بشرط يدوني، المهم هم يدوله نص مليون فدان عشان يزرع في القمح. طبعا يعني ده بيذكرني بانه قبل كده كان في مشروع لتسمين العجول برضه كانوا بيقوموا بيه افراد والحكومه بترفض، فانا برضه حتى سؤالي غريب جدا، يعني طب ما بيرفضوا ليه؟ يعني ليه الحكومه بترفض دايما الا اذا كانت المساله فيها حاجه ثانيه؟ يعني انا بجيب لكم مشروع وبقول لكم هدخل فلوس للبلد، ادوني فرصه اعمل حاجه. يعني بدل ما الارض بتتوزع كده للحبايب والاصدقاء، يعني ما يدوا فرصه للناس حقيقه يعني. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مؤمن خليفه مدير تحرير الاخبار، اشكرك جزيل الشكر. اشكرك ايضا استاذ رضا محمود مدير تحرير الاخبار، اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا بعد هذا الفاصل نلتقي مره اخرى وموضوعات اخرى من صحيفه الاخبار، ابقوا معنا. يا أهل
جئناكم جنوا إلينا وطني أنجم أوطاني يا سمح لفناني عنوانك تاج في عماني وطني عالم يتبدل واقعه في كل لحظة ولكل لحظة قيمتها ولأننا نعلم ذلك نفتح عيوننا على كل الوقائع على مدار 24 ساعة مباشرة من دون تدخل كي تعيش الواقع كما هو وتتفاعل معه رؤية الجزيرة مباشر تلفزيون الواقع الإخباري معنا تصنع الخبر تحلل الخبر تعبر عن رأيك دون تدخل شارك معنا عبر سكايب بالصوت والصورة على حسابنا الخاص AJM.مصر تعرض مكتب قناة الجزيرة مباشر من مصر إلى مداهمة من قبل السلطات المصرية قناة الجزيرة دي هتغلق ليه؟ بتغلق ليه قناة الجزيرة؟ لصالح مين؟ إذا كنت أنت بتهاجم الجزيرة فعشان أنت بتفتقر للمهنية عندك في الإعلام الرسمي بعد ما الجزيرة مباشر نقلت أحداث السفارة كأنه نوع من العقاب لها مجرد أنها أطلعت المصريين على اللي حصلوا عايزين إعادة المجتمع المصري في صندوق وقفز الطغيان مرة أخرى اللي حطمته ثورة 25 يناير شيء خطير ضد حرية التعبير وحرية المعرفة وحرية تداول المعلومات قناة الجزيرة عموماً وقناة الجزيرة مباشر أدت دوراً مهماً في إطار التغير الاجتماعي والثوري في العالم العربي ككل الحقيقة فين؟ الجزيرة هين؟ الحقيقة فين؟ الجزيرة هين؟ وكأن الجزيرة فجأة ثبت أنها غير مرخصة بالتأكيد متضامنة مع قناة الجزيرة مباشر مصر الجزيرة مباشر مصر هي ملك مصر هي قناة مصرية تسمى الجزيرة مباشر مصر الجزيرة ايه؟ الحقيقة فين؟ الجزيرة ايه؟ الحقيقة فين؟ الجزيرة اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا معي الاستاذ جمال حسين رئيس صفحه الحوادث بيك وايضا استاذ ياسر عبد الهادي اهلا بك ابدا مع جمال من صفحه الحوادث وما عليها صفحه عندنا يعني كالعاده الاحداث كتير جدا الحوادث كتير جدا كتير جدا في الشارع المصري في
الأحداث بطبيعتها أحداث الحوادث بتفرض حاليا أن حريق شركة النصر بالبترول زالت بتواصل تحقيقات مكثفة. النيابة خلصت المسألة. الناس كان تردد كلام كتير أن الحريق عمدي وأنه الحريق، وتردد أن بعض العاملين الذين هم الذين يشعلوا النيران في هذا غير منطقي بالضبط. والحقيقه النهارده من قيادات الامن، مدير الامن الاجرائي ومدير الصناعي ومدير التخطيط، استمعت لهم ان الكلام ده غير صحيح وغير حقيقي. الناس كانت اتعمل عليها كشف، عمل عليها يعني سي في كلها كويسه، ولا يمكن ان يحصل، لكن هناك اسباب تكشف عنها ويكشف عليها التحقيقات. النيابه طلبت الاستعلام او شرائط سيديهات كل القنوات اللي ذاعت الحريق. كل الناس اللي قالوا اي شيء هذه السيديهات، وكمان ما نشر عن الصحف الى اي معلومات قد تفيد في التحقيق. عن امبارح برضو بالليل مشاجره كبيره جدا في مدينه نصر، كان المشاجره الكبرى التي كانت اسبوعين، واللي كان استخدم فيها المولوتو بين طلاب جامعه الازهر وبين اهالي مدينه نصر بين الطرفين. امبارح كان فيها حوالي 200 من الطلاب، وحوالي 200 احدى الفتيات كانت ماشيه في الشارع طالب عكسها، قالت لباباها، باباها عمل محضر في الاسم، تطورت الجاره نزل لا هي معاكسه حتى في المحضر، لانه حتى في المحاضر احيانا ما يقولون كلمة طبعا كلمة سيئة ما حدش بيقدر يقولها، لكن هي حقيقية يعني حاجة ما نقدرش ان اللي اتقال بالفعل انه هو عاكسها، وانه هو ملابس يعني شبه عارية في الشارع الكلام ده. اهلها جم وجيران وبقى 200 واحد يعني هي لازم تكون هي اللي غلطانة عنده هو مش مبارك. هي اللي شبه عارية، هو اللي كان يرتدي ملابس أوكي. يعني هو اللي هي قالت بيرتدي ملابس شبه عاريه وانه يحاول حصلت الخناقه، خناقه كبيره، تبادل طوب وحجاجات مياه غازيه، اصيب فيها حوالي 5 أو 6 عقلاء من جامعه الازهر، وتدخل العقلاء من صلح بين الطرفين الحمد لله. اعتذر لك على قصر فتره هذه الفقره، اترك باقي الحوادث المشاهدين يقراوها غدا، وانتقل اليك استاذ ياسر اهم اخبار رياضيه. هو طبعا اهم الرياضة غدا الداخلية تحسم الجدل اللي كانت في الفترة الأخيرة النشاط الكروي، وتعلن عدم النشاط الكروي، إن كان في الاتحاد الكرة متأكد هو يقيم مباريات الكأس على ملاعب عسكرية وكده، واخترت الاتحاد بهذا الكلام حين الانتهاء من أحداث بورسعيد ونظرا للظروف العامة التي تم البلاد. وعندنا أيضا سنترك الباقي للمشاهدين مرة أخرى لأن الفقرة كانت قصيرة جدا. أشكركم شكرا جزيلا وأعتذر مرة مشاهدينا. كانت هذه حلقة اليوم من سكرتير التحرير، غدا إن شاء الله إلى اللقاء.